استبشر الخاطر بأحلى التباشير بقدوم حصة الغالية قرة العين اسمي جدتها فرحنا بلا غير هو ميلادها فرحة لكل المحبين ميلادها فرحة لكل المحبين استبشر الخاطر بأحلى التباشير بقدوم حصة الغالية قرة العين اسمي جدتها فرحنا بها غير ميلادها فرحة لكل المحبين طلت على الدنيا الضياء ونواويل والدار والله بنورها صار نورين هي مرحبا بالورد وريح المباخير بحلى البنات الفاتنات المزايين حصل لي معها اقبل السعد والخير قرت عيون الوالدين العزيزين في زينها مثل النجوم المسايين واحلى من العسل ولا بعدها زين يحفظها ربي من عيون المخاسي وتكبر على الطبه والاخلاق والدين سمية جدتها معزة وتقدير حصل اصيلة بنت روس السلاطين عساها تمشي دربها دون تقصير او تاخذ خصايلها على الصاف والزين وابوها محمد من رجال مناعي رمز الكرم والطيب شبل الميامين او جدها شيخ فعولها ساطير هذا نهر خير الرجال الكريمين من آل مويس الشامخين الكبيرين أهل البطولة في جميع الميادين واختامها يالله عسى فالها الخير والله يديم أفراحها سنين وسنين استبشر الخاطر بأحلى التباشير بقدوم حصة الغالية قرة العين اسمي جدتها فرحنا بها غير ميلادها فرحة لكل المحبين طلت على الدنيا الضياء ونواويل والدار والله بنورها صار نورين هي مرحبا بالورد وريح المباخير بحلى البنات الفاتنات المزايين حصل لي معها اقبل السعد والخير قرت عيون الوالدين العزيزين في زينها مثل النجوم المسايين واحلى من العسل ولا بعدها زين يحفظها ربي من عيون المخاسي وتكبر على الطبه والاخلاق والدين سمية جدتها معزة وتقدير حصل اصيلة بنت روس السلاطين عساها تمشي دربها دون تقصير او تاخذ خصايلها ولا الصاف والزين وابوها محمد من رجال مناعي رمز الكرم والطيب شبل الميامين او جدها شيخ فعولها ساطير هذا نهر خير الرجال الكريمين من آل مويس الشامخين الكبيرين أهل البطولة في جميع الميادين واختامها يالله عسى فالها الخير والله يديم أفراحها سنين وسنين.